مشاهدينا الكرام، دلوقتي وصلنا مع حضراتكم لفقرتنا الإخبارية اللي هنناقش فيها أهم الأخبار، المقالات، التحقيقات المتنوعة من الصحف والمواقع الإلكترونية. يسعدني أن يكون معنا النهاردة الكاتب الصحفي الأستاذ حسن الرشيدي. أستاذ حسن، بتنورني دايما. ربنا يخليك نورك. هنبتدي أول خبر، يعني هي خبر طازة. إن شاء الله الرئيس عبد الفتاح السيسي سوف يكون النهاردة في افتتاح محور التعمير بالإسكندرية، والذي يمتد بطول 35 كيلومتر من تقاطعه مع طريق القاهرة الإسكندرية الصحراوي حتى طريق سيدي كرير مطار برج العرب، بواقع 9 حارات مرورية لكل اتجاه. أوضح المتحدث الرسمي لرئاسة الجمهورية السفير بالصمرادي أن محور التعمير الجديد يعتبر إضافة ونقلة نوعية ضخمة، من شأنه أن يفتح آفاق تنموية جديدة لمنطقة غرب محافظة الإسكندرية بكاملها، ويزيد من حيزها العمراني، ويربط ميناء الدخيلة بالطريق الصحراوي والطريق الدولي الساحلي ومدينة برج العرب، وليصبح شريانا تنمويا حيويا لربط الإسكندرية بمدينة العالمين الجديدة عبر الطريق الساحلي. كما أضاف المتحدث الرسمي بأن محور التعمير يأتي كخطوة جديدة إضافية في تنفيذ استراتيجية الدولة في إنشاء شبكة الطرق والمحاور على امتداد رقعة الجمهورية، تلك المحاور التي لم تعد تقتصر فقط على تسهيل حركة المرور وانتقال المواطنين، بل أصبحت المحاور المرورية شرايين جديدة للحياة تدعم جهود الامتداد العمراني المنظم والتجمعات السكانية الحديثة، وتعزز من العوائد الاقتصادية والتجارية، وتوفر فرص عمل، كما تربط المشروعات القومية لتتكامل مع بعضها، وذلك انعكاسا لرؤية تنموية شاملة وفلسفة علمية عميقة نحو البناء والتعمير والتنمية. أستاذ حسن، يعني احنا بعد شوية كلنا أكيد هنتابع هذا الافتتاح الضخم، ويمكن في البيان اللي أصدره المتحدث الرسمي السفير بالصمرادي أوضح مدى أهمية هذا المحور الجديد بالنسبة للإسكندرية. لكن أنا عايزة أقف هنا عند نقطة في غاية الأهمية، وهي ربط المدن الجديدة بالمناطق الصناعية، بالموانئ، بالطرق القديمة. يعني هذا الربط أو هذا المشروع القومي، يعني هو مش بس شريان حياة، لا، ده هو دب الحياة مرة أخرى. يعني خليني أقول، شوف حالك حاجة، وانت بتكلمي بتقري الخبر على طول تطرق ذهني لأنه ماذا كان سيكون شكل مصر لو هذه العمليات البنائية الأنشائية الضخمة والتوسع في شبكة الطرق لو كانت حدثت من 50 سنة في مصر، كانت مصر بقت شكل تاني. أنا لما بمشي على الطرق النهاردة بشعر فعلا أن هناك نهضة، هناك توسع عمراني. يعني ما حد ما يحدث في الإسكندرية حاليا، ربط المواني سواء الدخيلة بالإسكندرية بشبكة الطرق كلها، كل شبكة طرق جديدة بتبني مجتمعات جديدة. عشان تعملي مجتمع عمراني جديد بيبدأ بشبكة طرق. ففي الحقيقة أنا شايف إن شبكة الطرق المعمولة في مصر هي في غاية الأهمية، ليس فقط للسكان وإنما لحركة التجارة، لتسهيل تنقلات الناس، لتوفير في الوقود، حاجات كتيرة جدا، توفير في الوقت والجهد. يعني أنا جاي مثلا على الطريق المؤدي من جاي من شرق القاهرة إلى مدينة الإنتاج الإعلامي، أنا بعتقد ما يجري على هذا الطريق بيثير الإعجاب. يعني أحيانا الناس بتبقى زعلانة من إزالة بعض الأماكن المساكن عشان الطرق الجديدة، لا، ده الطرق الجديدة أهم 1000 مرة من إزالة هذه العشوائيات. عشوائيات بتشوه صورة مصر وبتشوه صورة المجتمع. لكن في الحقيقة كان في اختناق مروري فظيع، النهاردة بقت تاخدي اللي كان بيستغرق ساعة النهاردة بقى في 10 دقايق وفي ربع ساعة وربما أقل. إذن فشبكة الطرق دائما بتخدم حركة الناس، حركة التجارة، بتعمل مجتمعات عمرانية جديدة. خاصة إن إحنا في الحقيقة كنت أتمنى إن القاهرة لا تصل لهذا الشكل من الزحام، لأنه في الحقيقة هذه المجتمع، يعني لما تشوف المنصورة، لما الرئيس المنصورة الجديدة، المنصورة الجديدة، نعم، شيء عظيم، في عبقرية. ويمكن الرئيس أشار لموضوع عبقرية الشعب المصري، إنه عمل مدينة جديدة
في إطار المدن الجديدة اللي بيعملها كلها، مدن ذكية، مدن بتعتمد على التكنولوجيا الحديثة، بتوفر سبل حياة جديدة فيها راحة وفيها يمكن أقدر أقول لك فرص عمل للناس، شكل جديد من الحياة اختلف تماما على العشوائيات اللي كانت ضربت مصر بعمق. صحيح. لا، في كمان في الخبر يعني لما أنا بربط مدينة برج العرب وهي مدينة صناعية بميناء الدخيلة بالظبط، بالعالمين الجديدة، وفي العالمين هيبقى في منطقة أو في منطقة صناعية أيضا، هذا الربط اقتصاديا ممكن يعني ده انا بتكلم على حته واحده. لا ده انت اسكندريه عندك النهارده هتشهد طفره رهيبه جدا، مش طفره في داخل اسكندريه وانما ايضا على حدود اسكندريه. صحيح. والمحور اسكندريه في نفس الوقت ربط المواني. انت عندك لو بصيتي لمنطقه مثلا دخيله في انشاء هيبقى فيه، دي هتبقى عباره عن مركز دولي للتجاره العالميه، هتبقى منطقه ترانزيت، هتبقى لانه في انشاء ارصفه جديده، هتاخد شكل تاني خالص، لان النهارده عندنا في الحقيقه من افضل المجالات اللي اقتحمتها الدوله بقوه هو تطوير المواني وانشاء ارصفه جديده، لان دي هي الحركه التجاريه. سنغافوره مثلا هذه الدوله الصغيره اللي لا تتجاوز 500 كيلو متر، حركة التجارة العالمية عالية جدا من أقوى الدول، فدي بتحقق لك دخل عالي، بتحقق لك عملة صعبة، بتوفر لك فرص عمل، في نفس الوقت بتسهل حركة التجارة. فإحنا عايزين يبقى دايما المواني المصرية هي مركز هب بيستقبل مش فقط التجارة اللي جاية أو اللي طالعة بره مصر، إنما أيضا بضاعة الترانزيت دي مهمة جدا، تبقى مصر محور ارتكاز في العمل التجاري. وده أنا بعتقد الدولة ماشية فيه بشكل مهم جدا. النهاردة لما ترصد الدولة ما يقرب من 129 مليار جنيه لتطوير المواني، ده شيء في غاية الأهمية. برضو بالأمس الرئيس كان عنده نشاط مهم جدا، تفقد السيد الرئيس صباح أمس مقر أكاديمية الشرطة، كما حضر اختبارات كشف الهيئة للطلبة والطالبات الجدد المتقدمين للالتحاق بالأكاديمية، حيث كان في استقباله اللواء محمود توفيق وزير الداخلية وعدد من قيادات أكاديمية الشرطة ووزارة الداخلية. وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس حضر اختبارات كشف الهيئة للطلبة الجدد المتقدمين للالتحاق بكلية الشرطة، حيث أكد على أهمية تطبيق المعايير الموضوعية المجردة والحيادية التامة لانتقاء أفضل العناصر وإعداد جيل قادر على حمل رسالة الأمن والوفاء بالتطلعات الملقاة عليهم، بما يساهم في الانطلاق نحو تحقيق مزيد من الاستقرار والتقدم، آخذا في الاعتبار مسؤولية وزارة الداخلية في السهر على حماية أمن المواطنين. ودار حوار مفتوح بين الرئيس والطلبة والطالبات المتقدمين حول مجمل القضايا الدولية والإقليمية، وكذلك جهود الدولة ذات الصلة بعملية التنمية وما يواجه الدولة من تحديات متنوعة، حيث أوصاهم الرئيس بضرورة التسلح بالعلم والمعرفة ومواصلة الاطلاع بانتظام ليشكلوا حائط صد منيع بجانب أشقائهم في الكليات والمعاهد العسكرية وكذلك في الجامعات والمعاهد المدنية ضد كافة التحديات التي تشهدها الدولة المصرية. وشدد على ضرورة أن يكونوا قدوة لجميع أبناء مصر باعتبارهم جزءا أصيلا من شبابها تتواصل بهم مسيرة العطاء لمصر وشعبها العظيم، متمنيا لهم كل توفيق والنجاح لاجتياز مرحلة الاختبارات لينالوا شرف الالتحاق بوزارة الداخلية. بعد إذنك يا أستاذ حسن، إحنا مش هنقدر نكمل قراءتنا النهاردة لأنه نتوجه الآن إلى الإسكندرية، حيث وصل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي الآن، ونتابع معا هذه الافتتاحات المهمة.